تسمع برشا حاجات في الأغرام، تسمع حاجات ساعات لا كنت تصدقهم لا كنت تتوقعهم، لا كنت في بالك اللي هما يصيروا في الأغرام من نصله. ساعة ساعة نتفرجوا في تيست ولا يقابلنا مغروم أم بارازار، نسهلوه على كالبركوس نقولوا له وين حيو، يقول لي والله خسر في تيست، نقول له كيفاش بقداش ووقتاش، يقول لي والله راني ظلمته، الله غالب سيبته مع كبش مربوط أكبر منه بعامين، في بالي نديده في بالي رعويني كيفه، وسيبت معاه يا أخي خسر، أنا اللي ظلمت كبشي بيدي. لا أنت تكذب راو، أنت طمعت. اي نعم لا غرام فيها طمع، اي تصدق تراه اللي لا غرام هذايا فيها طمع. اي نعم غرامنا ناس تطمع فيه. اي انسان تسمعه يقول لك عندي بركوس ظلمته وسيبته مع كبش مربوط في بالي نديد وفي العمر وفي الصحة وفي الرباط، يكذب عليك راهو، هذاك طمع. تعرف شنو معناها طمع؟ حب يتذكى على الناس، قال انا عندي بركوس رعواني، كان نحي كبش مربوط عامل عام رباط مش نتسمى في الاغرام، انا عندي كبش بركوس مازال يا ربي الاعمال عليك، لا رباط لا صحه لا عمر، كان نحي بيه كبش مربوط واكبر منه مش نتسمى في الأغرام. هذا الطمع اللي نحكي عليه، تطمعوا باش تعملوا اسم وبعد تهزوا يديكم من ربي وتقولوا ربي يجيب القسم. توكتوا، علاش ربطنا الأغرام بالاسامي؟ علاش علاش كل مغروم يحب يتسمى، وكل مغروم يحب تونس كاملة تعرف، وكل مغروم يحب الناس الكل تحبه وتبوسه، كان الزم يعملوا معاه تصوير سيلفي. وقت لي الحكاية عمرها ما كانت تكاية جملة، فما علاقة بينك وبين كبشك، تبنيها بالصحيح، تمشيها بالصحيح، ترسمها بالصحيح، تكتبها بالصحيح، اخرتها تكون صحيحة. كما يقولك اخرتها بيان تجيك بيان، نزيدك زياد راو في الأغرام هذايا تتنسى نهار وتتسمى نهار. اسهل على الملك البطل استغناشي، اما الرعواني هو هو برشا مغرمة تسميه، تونس كاملة تحكي به، تونس كاملة تهتري به. اخسر البطل اللي كان عندهم، روح مع السلامة يا ابني، ده انت مالكش لازمه ياد، ده انت بقيت ملطشة في الحتة. اذيك الاغرام في بالك باش يدوم؟ تيليل ايه تغلط اش يدوم يا صاحبي؟ كان جاي الاغرام يدوم راو دام الحماد يحاور، راو دام العم قدور النواوري، راو دام الملك الاغرام كمال تتيما الله يرحمهم وينعمهم المغرمة اللي سميتهم الكل. شوف لغرام انا قلتها قبل ومانيش حاشم بها الكلمة، لغرام سهل اللي يستاهل ما غير ما تكسر راسك معه، لكن انك تطمع باش تعمل اسم تحطم كبش لهنا تولي انت خارج على الموضوع، انت لهنا مش دخيل على غرام، انت عكرت مياه لغرام. بركوس يمشي البركوس، يعمل تيست مزيان، يعمل مسيبة حلو تعجب الناس، الكبش كوتو تطلع وانت كوتك تطلع معاك، فيش قام تتفافى على بدنك، فيش قام تشد البركوس متاعك وتبعث ويقابل كبش مربوط عليه وصح عليه وكبير عليه رباط وعمر وصحة وقرن. تو معقول هذا؟ هذا الكل انت تحب تقمر؟ ولهنين نقول لك مش وقت لغرام، ما هوش قمار اكلوغة دس تختف وبالك يربحوا وبالك يرشموا. واسمعني اسمعني، انا عندي كبش مش متسمي
وما هوش فرد كاليبر مع الكبشة ذيكا. أما الكبشة ذيكا عنده مشكلة في قرنه، زعما يمشي له بالك نطير له قرنه تطمع فيه؟ ليه 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 الكبشة عارك بقلبه تظلمه تحل فيه. ذيكا عليش نشوف في ناس قاعدة تقدم في الأغرام، ونشوف في ناس قاعدة توخر في الأغرام. كان تكسر راسك نهار وتسهل، شكون المغرمة اللي قاعدة تربح؟ تلقاهم نفس المغرمة، نفس المغرمة تلعب على البطولة، نفس المغرمة تربح كل شهر، كل 5 شهور، كل عام، على خاطر بنوث نية صحيحة. وفما 4000 مغروم، 100 مغروم منهم مهبلين البطولة، و 3900 مغروم ما همش مريقلين، خارجين عن الموضوع. فما اللي ما جاتوش الفرصة الصحيحة، انا نسمو. فما اللي طمع وهز بركوش الكبش مربوط، وكبش وناقص علفة وناقص صحة وناقص حضور يخرج بيه في قومتو، على خاطر سامع الكبش المقابل يخسر في الليل. قوم وتو ونسين للكبش راو قلب. ريت الطمع ما خيبو. نعطيك حالة طمع صاروا في الغرام. اي اسمع اسمع، قال لك واحد عنده بركوس مزير رعويني شهر ونص رباط، سمع بكبش مربوط عامين رباط، اما الكبش عنده مشكلة في قرنه. قال له يا مرحبين سيبه، طمع له في قرنه باش يتسمى، باش غدوة يقولوا هكا فلان عنده بركوس طير قرن كبش مربوط. امسح مات الغرام مش بوزرة وه. تغلط راو ستوب لهنا ستوب. الغرام ماهوش باش تعمل البوزرة مريقل. نحنا ناس تعيش بالكلمة، خرجنا من وسط الظلمة باش ننوروا لكم حياتكم. نحن حياتنا ظلمة بطبيعتها، ما تخلوش يتعدى علينا يتعدى عليكم. احنا ما وصلناش، ما كتبش ربي ان نوصلوا، ميسالش نعطوكم الطريقة اللي توصل، نوروكم الباب اللي يوصل. هذا هو غرام زمان، هذا هو بابا اخوي عنده بركوس 3 شهور الرباط، بركوس معارك يطلب بيه كبش 4 سنين رباط. وقال له قوم تو في الليل، على خاطر سمع موضوع اكل كبش 4 سنين رباط في الليل ما يعاركش. يا اخي حب يحطه في الليل، يا اخي تحط هو فيه، اش في بالك داخل وحده مصلي على النبي محمد؟ واضحين فاهمين، فاهمين اللعبه. حبوا يطمعوا في مسيابات يا اخي ظلموا كباش، حبوا يعملوا اسامي يا اخي ظلموا كباش، حبوا يعملوا البوز يا اخي ظلموا كباش، حبوا يربحوا اطراح مش اطراح يا اخي ظلموا كباش. شكون الخاسر في البيعه هذه الكل؟ اكل كبش المظلوم. قدش من الكبس تحطم في جره مولاه ومولاه ما كثرش عليه اللوم، قدش من كبش تدمر في جره مولاه اللي تخسر فيه طرف فلوس، قدش من كبش تحطم في جره مولاه. اي نعم كباش اما لها حتمتها، على خاطر طمعت في الربح ونسيت مصلحة الكبش وين مصلحتهم قبل مصلحة الكبش.